أهلا بكم إلى نشرة العملات اليومية، ونلخص فيها أبرز العناوين التي تؤثر على تداولات اليوم في أسواق العملات. نبدأ بنظرة سريعة على أداء الدولار الأمريكي الذي نجده في الوقت الحالي على ارتفاع ملحوظ أمام اليورو، ولكنه متراجع أمام كل من الين والجنيه الاسترليني. ويعود انخفاض العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار اليوم إلى تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، والتي توقع فيها أن يتعافى النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام الحالي بفضل سياسة البنك التي تعتمد على التيسير النقدي، ولكنه حذر من جهة أخرى من هشاشة هذا النمو ومن استمرار المخاطر التي تهدده. وأتت تصريحات دراغي بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75%. وحول سعر صرف اليورو الذي شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا وسريعا وأثار قلق العديد من المراقبين، ومنهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قال دراغي أن أسعار الصرف ليست هدفا لسياسات البنك، واعتبرها مهمة للنمو والاستقرار الأسعار، ورأى في ارتفاع اليورو علامة إيجابية علامة إيجابية على تجدد الثقة بالعملة الأوروبية الموحدة. كذلك أعلن بنك إنجلترا اليوم عن إبقاء سعر الفائدة وبرنامج شراء السندات دون تغيير. أخيرا، بالنسبة للبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، صدر اليوم بيان العمالة الأسبوعي، وقد أشار إلى تراجع دون المتوقع في طلبات الإعانة لأول مرة من العاطلين عن العمل خلال الأسبوع الماضي، وتحديدا من 371 ألف طلب إلى 366 ألف طلب، بدلا من أن يتراجع هذا العدد إلى 360 ألف طلب كما كان متوقعا. من جهة أخرى، أظهرت القراءة الأولية لمعدل الإنتاجية تراجعا فوق المتوقع خلال الربع الرابع، وتحديدا ب 2% بعد ارتفاع ب 3.2% خلال الربع السابق. ونختم نشرتنا لليوم مع نظرة سريعة على أداء أزواج العملات الرئيسية. اليورو مقابل الدولار متراجع، ويتم تداوله حاليا دون مستوى دولار فاصل 34 عند دولار فاصل 33.99. الدولار مقابل ين متراجع أيضا، ويتم تداوله عند 93 ين فاصل 62.50. واليورو مقابل الين متراجع بدوره، ويتم تداوله عند 125 ين فاصل 43.50. وبهذا نأتي إلى نهاية تقريرنا لليوم، نلقاكم في الغد، إلى اللقاء.